الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بات متهما من معجبيه ومقربيه الذين يتراجعون عن تأييده شيئا فشيئا، خاصة أولئك المبهورين بشركة تسلا. فعدوى الغضب انتقلت إلى المساهمين، وسبب انخفاض أسهم شركة صناعية أو شركة الصناعة السيارات الكهربائية بنحو 30% تحديدا منذ بداية أبريل، حينما أبدى ماسك الاهتمام بشراء تويتر، ثم انخفضت مجددا مع الإعلان عن صفقة 44 مليار دولار. وعلى هذا المنحدر بدت خشيتهم، فالذي يريبهم هو ارتباط تويتر بمصير تسلا، لا يكفون عن لومه وتأنيبه، فهو بنظرهم يرهق نفسه أكثر من اللازم في سبيل اللهو لا أكثر. وقفوا في وجهه قائلين: أما كفاك ذلك يا ماسك، أرجوك أترك تويتر وشأنه، إنه مضيعة لوقتك، تسلا أولى من كل شيء. دعونا نتابع جزءا من هذه التعليقات. غاري بلاك أحد الشركاء الإداريين الذين يمتلكون تسلا ب50 مليون دولار تمنى أن يغرب ماسك عن وجه تويتر بصريح العبارة، وقال: أعلم أن أمنيتي بابتعاد إيلون ماسك عن تويتر لن تتحقق، لذا فإن من مصلحة تسلا تتجلى بأن يتفاوض إيلون على سعر أفضل وأن ينجز الصفقة ويرفع العبء المعلق. لكن ماسك وقبل ذلك كان يبدو وكأنه توقع هذا الهجوم وربت على كتف متابعيه وطمأنهم أن الاستحواذ على تويتر لا يأخذ إلا 5% من وقته، فهو ليس علم صواريخ. أفكر بتسلا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكل توقعاتكم لا أساس لها من الصحة.